إذن بداية أستاذ مقور، ما الذي يساهم في ارتفاع الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالقطاع غير المهيكل في المغرب مقارنة مع باقي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ إذن شكرا على الاستضافة. أهلا بكم ومرحبا من هذا المنبر. أولا إذن نشكر الفريق الوطني يعني الفوز المستحق، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله في المباريات القادمة. أكيد. إذن بالنسبة للقطاع غير المهيكل فهو كظاهرة بنيوية يعني نوعا ما معقدة وتطلب محاصرتها وقتا طويلا، حيث كما قلنا يشهد العالم يعني اليوم أزمة مالية حادة تتمثل أساسا في تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض حجم المبادلات التجارية وكذا الاستثمارات الأجنبية بالخصوص وارتفاع معدلات التضخم إذن والبطالة وما يترتب عن ذلك من انكماش من انكماش اقتصادي ينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاد المغرب بطبيعة الحال، يعني اقتصادية الدول النامية على وجه الخصوص. إذن فالقطاع غير المهيكل كما قلتم يحظى بالاهتمام على الصعيدين العالمي والوطني، حيث أنه يشغل أكثر بكثير يعني من القطاع المنظم يعني الاقتصاد المهيكل. ففي إفريقيا مثلا يشغل القطاع المهيكل من 60 إلى 90% مثلا في إفريقيا، وفي أمريكا اللاتينية من 50% إلى 60%، وفي آسيا من 45% بطبيعة الحال إلى 85%، وفي أمريكا مثلا والاتحاد الأوروبي ما بين 25%. إذا الرجوع إلى سؤالكم، هذا تعريف مقتضب عن الاقتصاد غير المهيكل. نعم. إذا رجوعا إلى الجواب عن سؤالكم، بالنسبة للقطاع غير المهيكل يعني له أسباب متعددة بطبيعة الحال، نذكر منها غياب نمو اقتصادي متوازن خصوصا خلال مرحلة التقويم الهيكلي يعني الثمانينيات والتسعينيات، خاصة نتيجة الخوصصة بطبيعة الحال التي عرفها القطاع العام، وكذا الانتقال السريع من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق وما ترتب عنه بطبيعة الحال من بطالة وفقر، جعل الكثيرين يلجؤون إلى الاقتصاد غير المنظم غير المهيكل كملاذ وحيد للاستمرار في الحياة والعيش وضمان القوت اليومي، إضافة إلى النمو الديمغرافي السريع من البادية إلى الحواضر وما نتج عنه بطبيعة الحال من وفرة لليد العاملة، ويعني كذلك سنوات الجفاف وضعف فرص الشغل، يعني كذلك الهدر المدرسي يعني نطلب هنا جودة التعليم في هذا الباب ساعد في ارتفاع هذه الظاهرة يعني الاقتصاد غير المهيكل، ولعل أبرز عامل هو عدم إنشاء مناطق صناعية يعني في كل الأقاليم وفي كل يعني المدن لامتصاص البطالة، لامتصاص البطالة وتشجيع المقاولة خصوصا المقاولة الصغيرة جدا، لأن هي أساس يعني الاستثمار وأساس المقاول الذاتي بطبيعة الحال كآلية لامتصاص البطالة ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل. طيب. دون أن ننسى الانعكاسات السلبية والفقيرة للظاهرة في القطاع السوق. إذا طيب الظاهرة يعني في تزايد مستمر.